لم تضع الحرب أوزارها بعد في غزة، فما زالت إسرائيل تشن حربا أخرى على الفلسطينيين بقطاع غزة بإغلاقها للمعابر وترفض إعادة فتحها بشكل كامل، وسمحت فقط بدخول بعض الأدوية والمساعدات الإغاثية والإنسانية على الرغم من التوصل لاتفاق تهدئة. هذا يستوجب قيام الأمم المتحدة والإسهام المناط به احترام وحماية حقوق الإنسان أن توظف كافة آلياتها وتدبيرها من أجل وقف هذا العدوان والسماح بإدخال المواد الأساسية للتعويض بشكل جزئي عما يعانيه المواطنين ومساءلة ومحاسبة مقترفي الجرائم الإسرائيليين. يجب أن تتوقف من اعتبار إسرائيل الدولة التي هي فوق القانون، التي تفلت كل مرة من العقاب. هذا يسيء الأدب ويسيء التصرف وينتهك حق الإنسان في الحياة وفي الكرامة الأدمية. يجب أن يتوقف هذا الأمر. الفصائل الفلسطينية حذرت من تشديد الحصار والتضييق على السكان وعرقلة عملية إعادة الإعمار، محملة إسرائيل المسؤولية الكاملة، مؤكدة بأنها لن تسمح بفرض معادلات جديدة، داعية كافة الأطراف الدولية إلى تحمل مسؤولياتها إزاء تدهور الأوضاع بغزة. الاحتلال الإسرائيلي مازال يلوح بالتهديد بالمس بقيادات الشعب الفلسطيني أو محاولة اللجوء إلى عملية عسكرية جديدة في ظل الفشل الذريع الذي تعرض له ومما خلق له أزمة سياسية، وبالتالي ممكن أن يلجأ إلى أي عدوان جديد شعبنا، ونحن لا نأمن لهذا الاحتلال الإسرائيلي، ويجب علينا أن نكون حذرين ويقظين، وكل الخيارات مفتوحة أمام شعبنا الفلسطيني الصامد الذي سيبقى يناضل بكل أشكال الممكنة ومتاحة حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي. ويرى مراقبون أن استمرار إغلاق المعابر وتأخير عملية الإعمار قد يدفعان إلى مواجهة أخرى مع إسرائيل، خاصة في ظل تدهور الأوضاع المعيشية والإنسانية بغزة، إضافة لحالة الدمار والضرر الكبير الذي لحق بالقطاع خلال السنوات الأخيرة. في تقديري تأخير إعادة الإعمار هذا بالتأكيد سيكرس وسيؤزم الواقع الإنساني المؤزم أصلا في قطاع غزة، وكلما ازدادت الصورة صعوبة في تقدير أن هذا ربما ينذر بتفجر الأمور، ولكن ليس بالضروري تفجرها عسكريا. ربما يزحف الفلسطينيون في ظل الواقع الأليم إلى منطقة الحدود، وقد يجتازوا الحدود في صورة يعني جديدة في إطار في إدارة الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي. لذلك كلما تأخر الإعمار أعتقد أن ذلك لا يؤسس لحالة استقرار وسلام إقليمي ودولي. وفي الشارع تزداد المخاوف أن تطول عملية إعادة الإعمار وسط تحذيرات من تداعياته على الصعيد الإنساني، ليبقى الأمل منعقدا على انفراجة سياسية تلبي طموح الفلسطينيين. تغلق إسرائيل المعابر فيزداد الوضع الإنساني والسياسي تدهورا في ظل أجواء مشحونة أصلا على إثر التصعيد الإسرائيلي الأخير الذي كان ينتظر بعده إجراءات تفضي بتخفيف معاناة الفلسطينيين لا لتعقيدها. عامر الفرة، اليوم قطاع غزة.